السلام عليكم يا بنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. هادشي كنتمنى دائما. هادي هي الدخله ديالتي، هي المقدمه ديالتي، انني كنتمنى لكل شيء يكون بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، اليوم عندي واحد الوصفه للبشره الحساسه، اللي هي عندها البشره حساسه، يعني كديري شي ماسك تعطيك كتولي البشره ديالك كتاكلك، او لا كتولي حمراء، او لا كديري شي ماسك ما كيستافدش منه البشره ديالك، ما كتستافدش منه يعني البشره الحساسه بصفه عامه. هذا الماسك هذا رائع بالنسبه لهذا النوع من البشره، اللي غتبقى ديرو جوج مرات حتى ثلاثه في الاسبوع، ودير ماسكات. طبعا الماسكات ديالها طبيعيين باش البشره ديالتها كتستافد اكثر واكثر. سيدتي الجميله، هذه الوصفه هذه كتكون ليا مكونات جد بسيطه وموجوده في كل بيت. عندي جزره نقيتها، وعندي دقيق القمح مغربل مزيان، دقيق القمح مغربل مزيان في غربال رقيق، يعني بغيت غير يخرج ليا داك الدقيق الرطب. دقيق القمح مغربل مزيان. سيدتي شوفي النصيحه اللي كنعطيك، عافاك، غديري كيف ما كنقول لك، يعني ما غديريش معاها داك النخاله، تحيدي النخاله في مره. يعني هاد الوصفه هذه غير الدقيق اللي غادي نحتاج، داك الدقيق الرقيق الرطب وقليل من الماء. يعني الوصفه جد سهله وجد فعاله للبشره الحساسه جميلتي. هانتي سيدتي غادي تشوفي معايا الطريقه. ناخذ الجزره اللي هي منقيه، غادي نحكها في الحكاكه الرقيقه، غادي نحتاجها تكون رقيقه بزاف، يعني بحال نحتاج الماء، ولكن غنحتاجها انا كامله. كاين اللي عندها داك الروبو ديال اللي كيخرج عصير الخضر وعصير الفواكه، ممكن ديرها ودير غير العصير ديالها. ديك الساعات غتقدر تحتاج جوج ديال الجزرات، من الاحسن ما غديرش الماء كاع، غادي دير غير داك الماء ديال داك الجزر وتخلطو مع داك الدقيق. وصفة جد سهلة وجد فعالة كذلك، وكذلك غتبيض لك حتى البشرة ديالتك، كتنقي البشرة من الأوساخ، لأن كاين البشرة اللي كتكون ماشي موسخة، لا حاشا، يعني كتكون غير واخا كتغسلها بالصابون هذا كتكون ديك اللون ديالها كيعطيك لون متسق. هاد البشرة هادي كتنقيها من داك اللون. غادي نحتاج الماء ديالها وكل شيء. سيدتي غناخذ هذاك الدقيق اللي عندي مغربل، اللي هو دقيق القمح مغربل مزيان في غربال رقيق، كنعاودها سيدتي الجميله، في غربال رقيق جدا. كنستعمل النخاله في حوايج اخرين حتى هي مفيده بزاف، ولكن هذه الوصفه للبشره الحساسه اللي هي قلت لكم كيكون فيها احمرار وتيكون فيها كتاكلك على هذا الشكل هذا، ما كتبقاش تحكك، ما كتبقاش شحال من حاجه. غندير قليل من الماء، بضع قطرات غير باش ينسجم ليا الخليط.
نحتاج مازال قليل من الماء. على هذا الشكل سيداتي، شوف كيتبدل اللون ديالو كياخذ لون الجزر. ما تزيدي معها حتى شي مكون سيداتي، هذه للبشره الحساسه، غتهناي من ديك الحساسيه اللي عندك في البشره ديالتك سيداتي على هذا الشكل هذا. وغادي نحطو على الوجه ديالي طبعا الطريقة المعتادة. على هاد الطريقة سيداتي طبعا كان ندير الوجه ديالي كامل، يكون الوجه نقي طبعا ما فيه حتى حاجة. الوجه ديالي كامل واحد المتتبعه قالت لي راه الطريقه اللي علمتيني ندير كتعذبني شويه، ولكن واخا تعذبك راها طريقه صحيحه، كيطيح لك الخليط ولكن ديريها حاولي معها. اللهم تحاولي معها طريقه صحيحه ويطيح لك الخليط وتهزيه، اولا يطيح لك الوجه ديالك. يلا اختاري سيدتي. على فكره داك الوصفه اللي عطيتكم البارح ديال ازاله الشعر كتعملي من بعد ديبيلاسيون، كتعملي اولا الحلاوه كديري البنج. عرفتي واحد السيده شنو كتبات ليا؟ ما حشماتش والله ما حشماتش، قالت لهم عندكم 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 ديروها، راه واحد السيده كنعرفها دارتها رجليها، حيدت الشعر من الرجلين ديالها ودارتها وماتت، دارت البنج في رجليها وماتت. واش هادي عندها شي عقل ولا ما كتكسبوش اولا كتضحك على الناس اولا شنو؟ واش الناس مكلخين حتى لهاد الدرجه؟ ها واش الناس كيدخلوا لهم البنج للجسم ديالهم وتجي انت تقولي لي غير من الفوق دارته وماتت؟ واش هادي كيتقبلتوها معايا؟ انا ما فهمتش ما فهمتش، هاد السيده غير بغات تهضر وصافي. هادشي اللي توقعت انايا انها غير بغات تهضر وتخلي داك التعليق وخلاص. صحاب ليها واش الناس طايحين على راسهم؟ واش الناس ما كيفهموش؟ واش الناس زعما والله العظيم كاين بعض الله يهديهم الله يهديهم كيبغيو يهضروا خلاص الله يهديهم. هادشي اللي نقول لكم. هانتي سيدتي على هاد الشكل هذا، طبعا غنخليه كالمعتاد من 20 دقيقه حتى النصف ساعه ونغسل وجهي. طبعا غادي يبس واحد شويه، لا حركه سيدتي لا حركه، هذه دائما كنصح بها انك ما تحركيش بزاف من الوقت اللي كتكوني دايره الماسك. حتى هاد الكلام اللي كنهضر معاكم راه ما خصكمش ديروه، ما خصكمش تهضروا، يعني خاصك تغمضي عينك وتمشي ترتاحي نصف ساعه ديالتك راه ضروري تعطيها لراسك. هاد الماسك هذا قلت لكم ديروا ثلاثه المرات في الاسبوع باش الوجه ديالكم يولي تقبل لكم الماسكات، والماسكات ديالتك العاديه بقاي ديريها دائما ماشي مشكل. سيدتي الجميله من بعد ما كيبس كتفزقي يدك بالماء وكتبقاي شكل دائري وفوق شكل دائري وفوق، من بعد كتغسلي وجهك بالماء البارد. سيدتي كتغسلي وجهك بالماء البارد عادي صافي. من بعد ممكن ديري اي كريم مرطب ديالك اللي راكي كديريه، اي كريم اللي معتاده انك ديريه، اولا كريم ضد التجاعيد اولا اي حاجه اولا زيت مرطب كديريه معتاده عليه ممكن ديريه. سيدتي الجميله صافي غادي تهناي من حساسيه البشره، وما تنسيش تشجعيني باش نعطيك الاكثر والاكثر. السلام عليكم سيدتي.